أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مراجعة الصف العاشر من مدرسة حمد بن عبد الله الثانوية المستقلة لبنين. معكم ولمدة نصف ساعة من الآن أستاذ أحمد سعد لعمل مراجعة سريعة على الباقة الثانية في صف عاشر. اليوم بنبدأ مراجعتنا بأسئلة الاختيار من متعدد، فنبدأ الاختيار من متعدد والسؤال الأولاني معنا. السؤال الأول: ما نوع العلاقة التي يمثلها المخطط السهمي؟ عندنا العلاقة ما بين X وما بين Y، عايز أعرف نوع العلاقة اللي بيمثلها المخطط السهمي دي إيه؟ هل هي 1 to 1 ولا 1 to many ولا many to 1 ولا many to many؟ بنشوف هنا، بنلاحظ إن كل عنصر من العناصر اللي موجودة عندي في الـ X بيطلع منها أكتر من سهم. عندي عنصر طلع منه أكتر من سهم، يبقى أنا عندي هنا لو ده 1 رايح لميني. طب نبص على العنصر الثاني هنلاقي 1 رايح هو كمان لميني، صح ولا لأ؟ هل في عنصر من العناصر هنا رايح له سهمين؟ مفيش، يبقى العلاقة بتاعتي 1 to many هي العلاقة الصحيحة، يبقى الاختيار الصحيح في هذه الحالة هو الاختيار B اللي هي 1 to many. بكده انتهى السؤال الأولاني، نشوف مع بعض السؤال الثاني. السؤال الثاني: أي مما يلي لا يمثل دالة، which is function، إيه من الأشكال اللي موجودة قدامي دلوقتي ما بيمثلش دالة؟ عندي الشكل الأولاني مديني الكيرف بتاعي شكله عامل كده، الشكل الثاني فيه كيرف بالمنظر ده، الثالث في كيرف عبارة عن خطين كده، ودوت الكيرف كده. واحدة من الأشكال دول بس لا تمثل فانكشن أو دالة، والثلاثة التانيين بيمثلوا. إزاي أقدر أعرف؟ بطريقة بسيطة جدا، إن أرسم خط رأسي. إذا رسمت خط رأسي في الدالة دي هلاقيه قطع في نقطة واحدة. طب ولو رسمت خط رأسي هنا هو هيقطع في نقطة واحدة. ولو رسمت خط رأسي هنا هيقطع في نقطتين. وإذا رسمت خط هنا هيقطع في نقطة واحدة. مين الشكل الوحيد اللي مختلف؟ هنلاقي الشكل الوحيد مختلف سي، لأن الخط الرأسي اللي موجود عندي قطع معايا في نقطتين. وطالما الخط الرأسي قطع في نقطتين تبقى العلاقة دي لا تمثل، أو الدالة دي لا تمثل دالة. الرسمة دي الجراف دوت لا يمثل دالة على الإطلاق، يبقى اختياري هيكون سي، لما الخط الرأسي يقطع في نقطتين. نشوف مع بعض السؤال الثالث. كرة مساحة سطحها 400 باي سنتيمتر سكوير، كم يكون طول نصف قطرها؟ الكرة اللي موجودة قدامي عندي دلوقتي مساحة سطحها زي ما احنا شايفين 400 باي سنتيمتر سكوير، كم يكون طول نصف قطرها؟ كلنا عارفين ان القانون بتاع مساحة سطح الكرة كالآتي: مساحة سطح الكرة ممتازين ب 4 باي ار سكويرد. بيقول لي ان المساحة مديها لي معطى ب 400 باي. ازاي اقدر اجيب قيمة نصف القطر اللي هي الار؟ اول حاجة الباي من هنا بتتشال، بتتكنسل مع الباي من هنا. باي كانسلد. يبقى لي كمعادلة، بحلها كمعادلة 4 ار سكويرد ايكوالز 400. كمعادلة أنا عايز الآر تبقى لوحدها. إزاي أخلي الآر لوحدها؟ أتخلص من الفور. إزاي نقدر نتخلص من الفور؟ عن طريق التقسيم. هعمل هنا تقسيم 4 وهعمل هنا تقسيم 4. يبقى آر سكويرد إيكوال 100. أفهم من كده إن الآر إيكوال سكوير روت أوف 100 which is إيه؟ which is 10. يبقى آجي أختار من هنا 10. يبقى يا جماعة الاختيار عندي بطريقتين، أنا عندي الاختيار من متعدد. لازم نبقى عارفين إن السؤال في الاختيار من متعدد أقدر أحله بأكتر من طريقة، أقدر أحله بطريقة حل عادية، وأقدر أستخدم طريقة اللي هي بنسميها تراي أند إيرور، اللي هي طريقة إن إحنا نجرب ونشوف الغلط ونشوف الصح عامل إزاي. يعني نفس السؤال
كان ممكن واحد يقول لي طب يا استاذ انا عارف ان 4 باي ار سكويرد ده قانون مساحه سطح الدائره، كان ممكن اجرب احط الواحد مكان الار واعوض واشوف مين هيديني هذا الرقم. اقول له اه ممكن نجرب في القانون، اللي يديني الرقم بتاعي صح هو دوت اللي يبقى صح. فلما تجرب في العشرة هي الوحيده اللي هتديك 400 باي، يبقى الاجابه الصحيحه هي 10. يبقى عندي كذا طريقه اقدر احل بيهم، اقدر افكر بيهم عشان اقدر احل السؤال صح. نشوف السؤال اللي بعد كده اهوت. احسب مساحه سطح قاعده اسطوانه قائمه حجمها 32 سنتيمتر كيوب وارتفاعها 4 سنتيمتر. كلنا معروف ان الحجم بتاع اي حاجة في الدنيا، حجم اي بريزم يعني حجم اي شكل، اي مكعب، حجم اي متوازي مستطيلات، حجم اي اسطوانة، معروف كلهم ان حجم الـ الاشكال الثلاثية دايمنشن 3 دايمنشن زي حجم الاسطوانة بالنسبة لي بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. ده معروف ان حجم اي حاجة هي مساحة القاعدة. طب انا لو مطلوب مني ايه يا شباب؟ مطلوب مني مساحة القاعدة. يبقى بكل هدوء عشان اجيب مساحة القاعدة الحجم على الارتفاع. يبقى مساحة القاعدة بتساوي ايه؟ الحجم على الارتفاع. طيب دي اسطوانة، لو انا كتبت لك هنا مكعب واعطيتك الحجم والارتفاع وعايز مساحة القاعدة برضه الحجم على الارتفاع هيديني مساحة القاعدة. الإجابة تكون 8 سنتيمتر سكوير. واشمعنى سنتيمتر سكوير؟ لأن احنا عارفين إن المساحات بتقاس باليونت سكوير، سكوير يونتس. يبقى مساحة القاعدة أي قاعدة في الدنيا هيجيبها لي ومديني حجم وارتفاع، الحجم تقسيم الارتفاع يديني مساحة القاعدة. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال دوت من الأسئلة السهلة جدا 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 اللي بتيجي، وهو سؤال عن التشابه. إذا كانت النسبة بين ضلعين متناظرين في مضلعين متشابهين هي 3 to 5، فإن النسبة بين حجميهما إيه هي؟ لو أنا النهاردة عندي مضلعين متشابهين، وعندي ضلع في المضلع الصغير وضلع في المضلع الكبير، النسبة ما بينهم وبين بعض 3 to 5. إزاي أقدر أحسب النسبة بين الحجوم؟ لو انا قلت ان ده 3 to 5 دي النسبة بين الاضلاع، فتعلمنا ان النسبة ما بين الحجوم، عشان كلمة حجوم ان انا اعمل هنا باور اوف 3 واعمل هنا باور اوف 3، وبالكالكليتر بالحاسبة احسب 3 باور اوف 3 كام؟ تديك 27. 5 باور اوف 3 كام؟ تديني 125. يبقى اختار الاجابة بتاعتي من على الاختيارات اللي هي تبقى سي which is 27 to 125. اتعلم تاني يا شباب ان عندي في التشابه ممكن السؤال يجي لي غير، يجي لي على المساحه. لو حصل وغيرت انا السؤال وبدل ما اطلب منك الحجم طلبت منك مساحتيهما، اذا كانت النسبه بين ضلعين دلوقتي 3 to 5 فان النسبه بين المساحه، نفس الكلام في التشابه 3 2 5، وكل اللي عليا ان انا هعمل المره دي عشان المساحه بعمل ايه؟ باور 2 وبحسبها برضه بالحاسبه هتديني 9 2 25. يبقى في التشابه في حاله الحجوم بعمل على النسبه باور اوف 3، في حاله المساحات بنعمل باور اوف 2. ما ننساش. السؤال اللي بعده، معادلة المستقيم اللي ميله 3 ويمر بالنقطة 7. الحل الطبيعي بتاعها إن أنا عارف معادلة المستقيم إيه هي. ولو سألت أي حد فيكم إيه هي معادلة المستقيم هلاقيه على طول بيقول لي y equal mx plus c على طول. ويقول لي يا مستر إحنا عايزين نجيب الـ m بكام والـ c بكام. بكل هدوء السؤال دوت مديني الميل بـ 3، ما هي الـ m هي الميل. يبقى 3x. طب السين جيبها ازاي؟ اذا كانت النقطة اللي بيمر بيها المستقيم
بتبدأ بالإكس كوردينيت بالإحداث السيني بتاعها بزيرو والواي بتاعها أي رقم تاني، إذا فالسي هي الإحداث بتاع الواي اللي هي تبقى صفر. أي نقطة يمر بها المستقيم إذا كان الإحداث السيني صفر يبقى السي في المعادلة هي الرقم اللي موجود هنا هو، قاعدة خدها على طول. يبقى واي بتساوي 3 إكس زائد إيه؟ زائد 7. يبقى أنهي معادلة من المعادلات اللي قدامي دي هي الاختيار الصحيح؟ أكيد زي ما بتقولوا الإجابة A. السؤال اللي بعد السؤال دوت وما زلنا معاكم في الاختيار من متعدد، سؤال سهل جدا دوت، لأن هو طالب مني نقطة تقاطع بين مستقيمين مفيش أسهل منهم، ونقطة التقاطع دايما بتتحدد الإكس في البداية والواي تاني واحدة عندي. تعالوا نبص مع بعض ونشوف الإكس في البداية. يبقى الإكس عندي بتساوي سالب 2، الواي عندي ماينس 5 تروح هنا، تبقى الواي بكام؟ الماينس لما تروح الناحية التانية تروح بإيه؟ تروح بوزيتيف، ممتازين، يبقى بوزيتيف 5. يبقى الإكس بماينس 2 والواي بنيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 2. مين يا شباب؟ نيجاتيف 2 و5. أنهي اختيار من دول إجابة صحيحة؟ الاختيار الأخير. ما حدش يقول 5 ونيجاتيف 2، أي نقطة زي ما قلنا تختار تحط الإكس الأول وبعد كده نحط مين؟ نحط الواي، ممتازين. مستقيمان متعامدان ميلهما ام 1 وام 2 اذا كان ام 1 بيساوي 5 اوفر 2 فما قيمه ام 2؟ اتفقنا ان في المستقيمان سواء متعامدين او متوازيين في علاقه ما بين الميل وبعضه، فالعلاقه اللي موجوده عندي ما بين المستقيمين لما يكونوا متعامدين ما بين الميلين ان الميل الاولاني تايمز الميل الثاني يعني ام 1 تايمز ام 2 ايكوال نيجاتيف 1. طب يا استاذ ده احنا هنحل معادله ده صعب، الموضوع ابسط من كده. اذا انا اديتك الميل الاولاني فانا علمتك قبل كده ان تجيب الميل الثاني في حاله التعامد يكون الميل الثاني بيساوي شقلب واقلب. شقلب بنشقلب الفراكشن بنشقلبه، كان 5 اوفر 2 يبقى 2 اوفر 5 ونقلب الاشاره، الفراكشن ده كان موجب بوزيتيف اور نيجاتيف؟ كان بوزيتيف، يبقى اعمله نيجاتيف. يبقى في حاله التعامد دايما شقلب واقلب. شقلب الكسر اللي هو الفراكشن كان 5 اوفر 2 تبقى 2 اوفر 5، واقلب الساين الاشاره كان موجب يبقى سالب، اذا كان سالب يبقى موجب. لكن لو السؤال جالي في الامتحان يبقى الاختيار الصح بتاعي هنا هو الاختيار الايش؟ الاول نيجاتيف 2 اوفر 5. طب لو حصل في الامتحان يا استاذ وما اعطاني مستقيمين متعامدين وقال لي مستقيمان متوازيان، شلون بسوي؟ في حالة التوازي أسهل من التعامد لأني لا بشقلب ولا بقلب، أمال إيش؟ بحط رقم هو هو. إذا كان إم واحد كان بـ 5 أوفر 2 يبقى إم 2 زيه هو كمان بـ 5 أوفر 2 لأن هما متوازيان. السؤال اللي بعده قطاع دائري طول نصف قطره 6 سنتيمتر وقياس الزاوية المركزية 2 راديان، كم تكون المساحة؟ عشان أعرف أحل سؤال زي ده حقيقي أنا لازم أبقى حافظ القانون بتاع مساحة القطاع الدائري، وقانون مساحة القطاع الدائري أنا متأكد إن كلكم حافظينه. مساحة القطاع الدائري، أيوة أنا سامع أحد يقوله، أيوة بالظبط، هاف آر سكويرد في ثيتا راديان، لان لازم يكون قياس الثيتا بالقياس الايه؟ الدائري اللي هو الراديان. يبقى الهاف اعوض في القانون تعويض مباشر، ادي هاف تايمز الراديوس اللي هو نصف القطر بكام يا استاذ؟ قالوا لي طول نصف القطر 6 يبقى 6 تايمز الثيتا بالقياس الدائري بالراديان هو مديها لي ب 2 يبقى اعمل تايمز 2. الإجابة ما في أسهل من كده على الحاسبة كلها تطلع ب 36. أختار بسرعة 36 من هنا ولكن أنا عندي دي ب 36. أختار أنهي واحدة فيهم؟ دي ولا دي؟ هو الأستاذ غلط وكتب الرقم مرتين ولا إيه بالظبط؟
لا احنا ما غلطنا، ما كتبنا الرقم مرتين، احنا قصدنا. ولكن في اختلاف بسيط ما بين ال 36 الاولانيه وال 36 الثانيه. ركز معايا شويه، عايز واحد قوي الملاحظه كده يشوف، هيلاقي ان بي 36 سنتيمتر سكوير والثانيه 36 سنتيمتر بس. يبقى الاجابه 36 صح، بس هي سنتيمتر سكوير ولا سنتيمتر؟ عشان انا بجيب مساحه، المساحه قلنا من كام سؤال فاتوا كده لما بتتقاس لازم اليونت بتاعتها بتبقى يونت سكوير، يعني 36 سنتيمتر سكوير هي الاجابه الصحيحه لان انا بقيس مساحه 36 كرقم صح، ولكن اليونت بتاعتي كان لازم تبقى سنتيمتر سكوير. وبكده اعزائي الطلاب انتهى الجزء الاولاني من المراجعه وهي الاختيار المتعدد، وننتقل بعد الفاصل للاسئله المقاليه فالى هناك. اهلا بكم من جديد مع مراجعه الصف العاشر من مدرسه حمد بن عبد الله الثانويه المستقله لبنين. معكم مره ثانيه اتشرف بلقائكم مستر احمد سعد، والان فقره الاسئله المقاليه. الان ومع الاسئله المقاليه بنشوف السؤال الاولاني، والسؤال الاولاني هو معادلتين، حل معادلتين جبريا، والمعادلتين دول بنسميهم معادلتين انيتين. ازاي اقدر احل المعادلتين دول جبريا مع بعض؟ يعني ازاي اقدر اجيب قيمه الاكس والواي بكل سهوله؟ انا عندي المعادلتين 2x minus 3y equal negative 12 3x plus y equal 4. لازم متغير من المتغيرين دول يتكنسل. فببص هنا بلاقي الاشاره هنا نيجاتيف والاشاره بوزيتيف، ده سهل ان انا اكنسله، ان انا اشطبهم مع بعض يعني. بس هنا الرقم 3، بس هنا الرقم مش 3. اعمل ايه؟ يبقى انا محتاج هنا اعمل تايمز 3 عشان اخلي الرقم ده زي الرقم ده، فسهل انهم يتكنسلوا مع بعض او نشطبهم مع بعض. فهعمل تايم 3 تايمز 3x equal 9x. لما بعمل يا جماعه تايمز ما بعملش الواي بس، ده انا بعمل المعادله كامله، ما حدش ينفع. 3 تايم 3 ب 9x بلس 3 تايمز y ب 3y equal 12. خلصت المعادله ديت، بقت عندي معادلتين دلوقتي، المعادله الاولى اللي هي دي، والمعادله الثانيه بالنسبه لي هي المعادله الجديده اللي انا عملتها. دلوقتي نقدر نقول بالجمع. لو انا هعمل جمع ما بين المعادله الاولى والمعادله الثانيه، ايه اللي ممكن يحصل عندي؟ 2x plus 9x equal 11x minus 3y plus 3y كانسل. ما انا كنت عاملها اصلا بظبطها عشان الواي تروح مع الواي، فما يتبقى ليش غير الاكس بس. اخيرا نيجاتيف 2 بلس 12 ايكوال 10. هعمل ديفايدد 11 ديفايد 11 تقسيم 11 11. ليه؟ عشان انا عايز الاكس تبقى لوحدها، يبقى اكس ايكوال 10 اوفر 11. طيب هل كده السؤال خلص؟ لا ما خلص. اصل حل المعادلتين دول انا محتاج اجيب قيمه الاكس واجيب قيمه الواي عشان تبقى السؤال خلص. فانا جبت قيمه الاكس، يتبقى لي ان انا اجيب قيمه الواي. ازاي اجيب قيمه الواي؟ بتيجي عن طريق التعويض. عندي ثلاث معادلات، معادله من الثلاثه دول اعوض فيهم اي معادله بقول لك تبقى سهله بالنسبه لك اعوض فيها. انا دايما بتسهل اللي انا كنت شاطبها، فعوض في اللي انا كنت شاطبه كده اهوت، هتبقى 3. اشيل الاكس واكتب الرقم من اللي انا طلعته حالا 10 اوفر 11، واقول بعد كده بلس واي ايكوال 4. احسب ده على الحاسبه يديني 30 اوفر 11، انقل ده زي ما هو بلس واي ايكوال 4. ال 30 اوفر 11 تروح الناحيه اللي هناك بماينس 30 اوفر 11، تبقى الواي ايكوال كام على الكالكليتر على الحاسبه؟ تديك 14 على 11. وبكده يبقى انت حليت المعادلتين جبريا، جبت قيمه الاكس وجبت قيمه الواي. اذا جبت قيمه الاكس لوحدها بتاخد نص الدرجه، لازم تعوض في اي واحده من الثلاثه تنفع. اه تنفع، انا اخترت اللي في النص وعوضت فيها، وكل واحده فيهم هتطلع نفس الناتج. نبص على السؤال اللي بعده في الاسئله المقاليه. السؤال دوت
لو واحد واخد باله هيلاقينا خدنا حاجة زيه في الأسئلة الاختيار من متعدد. لما قلت لك معادلة المستقيم، ما هو معادلة المستقيم أنا قلتها لك بقى. أيوه كده شطار ممتازين، ام اكس بلس سي. ولما بلاقي عندي نقطتين يهمني في الأول أقول أساميهم إيه، دي البوينت الأولانية فدي اكس وواي، بس بسميها اكس 1 واي 1 ليه؟ عشان عندي بوينت تانية أسميها اكس 2 واي 2. واحد أنا سامع واحد بيقول لي بس السيب 7 ممتاز، بس ممكن نعرف السيب 7 ليه؟ أصل يا مستر أنا عندي دي نقطة أولها زيرو، يبقى بالتأكيد الرقم الثاني فيها لازم يكون 7. اللي هو سوري، يبقى بالتأكيد الرقم الثاني فيها مش لازم يكون 7، لازم السي تبقى هي الرقم الثاني اللي هي ويتش 7. طيب أنا عندي الإكس بتنزل، الإم يا ترى الإم هي مين؟ هي الميل سلوب. الميل إزاي أقدر أجيبه؟ في حاجة زي كده لازم أبقى عارف القانون إن الميل بيساوي y2 minus y1 على x2 minus x1. طب انا يا استاذ انا عارف ان القانون معوضت بيه هنا على طول، يبقى صح؟ برضه يبقى صح. تعالى اهي y2 كام؟ 7 minus y1 x2 اهي 0 minus x1 اللي هي 4. وبعد كده الخطوه الثالثه والاخيره احسب كل ده على الحاسبه، يطلع لك negative 3 over 2x plus 7 which is the answer. يبقى دلوقتي كون معادله المستقيم اللي بيمر بالنقطتين دول. من الخطوه الثالثه عرفت ان معادله المستقيم هتبقى y equal negative 3 over 2x plus a plus 7. ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده، السؤال الثالث في المقالي. سؤال بسيط جدا، بيقول لي مثل بيانيا مجموعة حل المتباينة y less than or equal 4 minus x. أول ما يقول لي مثل بيانية أنا محتاج عشان التمثيل البياني أعمل جدول. والجدول في التمثيل البياني هنا سهل جدا لأن أنت اللي بتعمله بتختار أرقامه. فإذا أنا خدت جدول واخترت لنفسي هنا x و y وقلت إن الـ x دايما حطها أسهل أرقام أنت بتختارها. أنا مش عايزك تعمل أرقام كتير ولا ثلاث أرقام. أنا رقمين بس كفاية بالنسبة لي. والرقمين خدهم أسهل رقمين بالنسبة لك، أنا بختار الزيرو والواي. عوض في المعادلة دي بالزيرو. يبقى الواي بتساوي كام؟ لو حطيت الإكس هنا بزيرو. اقرأ كده، تبقى 4 ماينس زيرو بتساوي 4، ممتاز. ولو حطيت الإكس بـ 1 يبقى 4 ماينس 1 بتساوي 3، الله عليك. يبقى الزيرو والفور احط البوينت بتاعتي بعد كده بعد ما بعمل الجدول. نيجي للنقطه المرحله الثانيه ان احنا نحط النقط بتاعتنا على الجراف على الرسم. الزيرو والفور اهي، من ال1 ورحت لغايه ال3 اهي. الخطوه اللي بعد ما احط النقط بالمسطره نرسم اللاين بتاعنا. رسمت الخط، ايه المنطقه اللي بتمثل حل المتباينه دي؟ المنطقة اللي بتمثل حل المتباينة اللي قدامي ديت ازاي اقدر اجيبها؟ بجيبها عن طريق اختبار اسمه الاوريجن تيست، اختبار نقطة الاصل، اختبار بسيط جدا. كل اللي عليك انك هتحط الاكس بزيرو والواي بزيرو في المعادلة وتشوف مدى صحتها في المتباينة. الواي حطيتها بزيرو والاكس بزيرو. يبقى الزيرو less than or equal 4. هل العلاقة أو المتباينة اللي أنا بقراها دلوقتي صحيحة ولا خاطئة؟ هل الزيرو للزانور إيكوال 4؟ الزيرو أقل من الأربعة؟ أقل من الأربعة. ممتاز، طالما أقل من الأربعة يبقى الزيرو هنعمل تضليل للمنطقة اللي هو موجود فيها. سامع واحد بيسأل من بعيد بيقول طب لو كانت المتباينة غلط يبقى التضليل يبقى الناحية التانية. إذا كانت المتباينة صح يبقى التضليل في المكان اللي فيه مين؟ الزيرو. المتباينة خاطئة يبقى التضليل الناحية التانية من اللاين. وبكده يبقى خلصنا السؤال دوت في مراجعتنا اليوم ونتنقل للسؤال اللي بعده. يلا معايا. يلا يا شباب كده أنا عايز شباب مصحصح عشان إن شاء الله أنتم ممتازين وأنا واثق إن أنتم هتجيبوا أعلى درجات. أنا متأكد من كده.
في الشكل المقابل AB بيوازي ED وC بتنصب زاوية BD. تعالوا نبصوا الشكل اللي هو ايه، مثلثين عاملين مع بعض كروسنج زي الفراشة زي الفيونكة، المثلثين دول AB parallel to ED، AB parallel to DE وC بتنصف البي دي. يعني ايه بتنصف؟ بتنصف يعني بتخلي ان البي سي يبقى قد في الطول السي دي. المطلوب اثبت ان تريانجل اي دي سي congruent to تريانجل اي بي سي. يعني ايه؟ تريانجل اي دي سي، مثلث اي دي سي يطابق، العلامه دي علامه التطابق، عارفينها الثلاث شروط في بعض، المثلث اللي هو اي بي سي. بكل هدوء عشان اثبت التطابق انا محتاج ان انا اجيب ثلاث نقط بيساووا بعض. النقطه الاولانيه، حد يقولها لي؟ انا سامع واحد قال لي والله يا استاذ انت قلت لنا لما بنلاقي علامه الفراشه دي بيبقى بترقم دي واحد وتحط عليها دي اثنين. جميل، انا سامع بتقول ايه تاني؟ بتقول لي بيبقى تقول لي قياس زاويه واحد equal measure of angle 2. ليش؟ السبب بالتقابل بالراس. الله عليك الله عليك. رقم 2، قال لي رقم 2 كلنا شايفينها موجوده قدامي، مش نسيت ونصف واحنا عملنا دي شرط؟ خلاص يبقى ما هو مغششاني، هو اللي حاطط الامتحان مسهلها عليا، قال لي قول البي سي ايكوال السي دي، هو مديها لي. طيب ثالث حاجه عندي ايه هي؟ انا مديني ده بارلل دوت، هل ينفع اقولهم بيساووا بعض؟ لا ما ينفعش. قال لي بارلل، البارلل بستفيد منه في علاقات الزوايا، فنشوف في زاويه بالتبادل او بالتناظر. كلنا نبص كده اللاين ده اهو، ونعمل كده ونروح لللاين ده كده، عمل حرف ان او حرف زد مقلوب، حرف الزد المقلوب يخلي لي الانجل دي قد الانجل دي، يبقى من حق اقول ان ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل دي، والسبب بالتبادل. ممتازين. اذا اروح ناقل بقى اخر حاجه المثلث. انا اصلا كده خلصت، انا كده عملت الاسباب بتاعي، هو مش عايز غير الثلاثه دول. اقول له بقى اذا اي دي سي يطابق ثلاث شروط تحت بعض، تراينجل انجل اي بي سي، ثلاث نقط، وننقل له اخر جزء اللي هو عايزه، الاثبات اللي هو عايزه. بكده خلصت السؤال دوت، ونخش على السؤال اللي بعده. الله، وانا سامع واحد بيقول لي احنا برضه خدنا حاجه زي في الاختياري. ممتازين والله العظيم يا شباب ممتازين. انا عارف ان انتم مصحصحين معايا، وعارف ان انتم شغالين ما شاء الله عليكم. النسبة بين مضلعين متناظرين في مجسمين متشابهين كان 3 to 4، يبقى اكتب النسبة على طول. واستنى، لو حجم هنعمل باور 3، ولو مساحة هنعمل باور 2. يبقى وكان حجم بتكلم عن حجم، وكمان غشش لك، عمل لك هو الباور 3 عشان لو نسيت هو يفكرك. يبقى باور 3 باور 3، يبقى 3 باور 3 to 4 باور 3. وقال لي كان حجم المجسم الاكبر ب 180. مين الرقم الكبير، 3 ولا 4؟ الفور. ممتازين، يبقى 180 تتحط هنا، يبقى انا عايز اجيب الاصغر عن طريق المقص. يا شباب نعمل كروس طريق المقص في السريع البني كده، نجيبها 180 تايمز 3 باور اوف 3 ديفايدد او تقسيم 4 باور اوف 3. والإجابة على طول لما نيجي نحسبها، تحسب الإجابة دي بالحسبة هتطلع تقريبا 76 سنتيمتر كيوب. مفيش أبسط إن احنا نحط الحاجات تحت بعضها ونعمل المقص. السؤال اللي بعده، احسب موضحا خطوات الحل حجم كرة طول نصف قطرها 35 سم
السؤال دوت سؤال بسيط، هو قانون وبنعوض فيه، مش محتاج مننا كلام كتير. اللي يعرف حجم الكرة كده يقول لي. ايوه تمام تمام 4 over 3 باي ار باور 3. ممتاز، يبقى حجم الكرة 4 over 3 في باي في ار باور 3. نعوض 4 over 3 اهي تايمز الباي من على الكالكوليتر تايمز الار اللي هي نصف القطر، وهو قايل لي اهو نصف القطر بكام؟ ب 30 ايه يا شباب؟ ب 35، تبقى 35 باور اوف 3. بكل سهوله هنقدر نحسب الكلام دوت على الاله الحاسبه وهنطلع النتيجه بتاعته. ندخل على السؤال اللي بعده. احسب مساحة القطاع الدائري اللي قدامك. النهارده جايبين صورة طيارة والقائد الطيارة بيشوف المساحة اللي قدامه، فالمساحة اللي قدامه ظاهرة على قطاع دائري. الزاوية المركزية بتاعته 110 درجة 110 ديجري، والريديوس بتاعه اللي هو طول نصف القطر 120 كيلومتر. عايز احسب مساحة القطاع الدائري، قلت لك مساحة القطاع الدائري معروفة. وقلتها قبل كده، مساحة القطاع الدائري من خطوة واحدة أقدر أحسب مساحة القطاع الدائري؟ أقدر. إزاي؟ بكل هدوء، هي هاف تايمز ار سكويرد تايم ثيتا، بس كان شرط الثيتا تبقى راديان صح؟ بس دي الثيتا دي قدامي هنا هو بالديجري. طيب إزاي أحولها؟ من غير تحويل، هتحول في القانون نفسه. إذا كانت الثيتا ديجري ففي القانون نفسه بنعمل تايمز باي على 180. يبقى انا عندي مساحه القطاع الدائري هاف ار سكوير ثيتا راديان. طب هو مديها لي بالديجري، يبقى احطها ديجري تايمز باي اوفر كام؟ اوفر 180. كل ما عليا تعويض مباشر جدا، هاف تايمز الراديوس بتاعي نص القطر مديهولي 120 كيلو اهو قدامك، يبقى 120 تايمز اجي بعد كده الثيتا بكام؟ ب 110 تايمز باي اوفر 180. وبالحساب على الاله الحاسبه لكل الارقام دي هتقدر تطلع الناتج بتاعك. بهنا تكون انتهت مراجعتنا اليوم لصف عاشر من مدرسه حمد بن عبد الله المستقله الثانويه للبنين. كان معكم مستر احمد سعد. موفقين ومسددين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.